كنشكركم على المواكبة الإعلانية ديال هاد اليومية. كنبغي نشكر أولا السيد الوالي على الجهة والسيد رئيس الجهة وجميع الشركاء والسلطات المحلية اللي موافقين معنا هاد الأوراش هذه اللي كاينة اللي عندهم ديال صاحب الجلالة الله يزرو. أنه في إطار الإصلاح الجديد ديال المنظومة الصحية كاينة واحد السياسة ديال القرب، واللي هاد سياسة القرب كتعتمد على أنه خصنا نربطو المفهوم ديال المستشفيات أو المستوصفات ديال السبيطارات الحكومة بالدارجة كما كنقولو، لأنهما أدرى الشؤون الصحية والاجتماعية ديال الساكنة. فأنتم كتشوفوا اليوم الافتتاح ديال 22 منشأة صحية سواء على المستوى القروي أو المستوى الحضاري في مناطق في بني ملال، في أزيلال، وكذلك في خريبكة، وافتتاح ديال المستشفى ديال اليومي في خريبكة. وهذا كله داخل في هذا الإصلاح الكبير الجذري ديال المنظومة الصحية، واللي كيتوفر على واحد الرقمنه، واحد النظام معلوماتي اللي كيخول المواطن المغربي المريض يستافد من العلاجات، ولكن موثق جميع الامور ديالو كاينه في هذاك الملف الطبي اللي هو رقمي، سواء العلاجات او سواء يعني الجورنال ديال المرض ديالو. وهذا كيعطيه واحد الامتياز. شنو هذا الامتياز؟ انه كيخلي انه يمكن له يدلي بداك الملف ديالو في جميع المنشآت الصحيه سواء جهويا او وطنيا. فيما مشى غادي تكون واحد المتابعه المواكبه، ما غاديش نبقاو نعاودوا يعني التحاليل من الاول او نعاودوا نفهموا المرض من جديد، فغادي يكون واحد التتبع. وانتم لاحظتوا حتى بالنسبه للقصور الكلوي ان اللائحه في المغرب ديال الانتظار ولات صفر. علاش؟ لانه ولا كيمشي في جميع المناطق، وحتى هاد المساله هذه الملف الطبي غادي تخلي انه يمشي فيما بغى يدير الدياليز ديالو، يمكن يدير ما يبقاش مرهون بمنشاه صحيه وحده. وهذا راه واحد يعني واحد قفزه نوعيه في الاطار ديال المنظومه الصحيه، واللي كذلك كيجيب مستجدات جديده. وانه انتم شفتوا ان المواطنين فرحانين، وكذلك حتى الشغيله المهنيين كلهم ناشطين، لان الظروف ديال الاستقبال ولات جيده. وهذا كيخلي واحد الاطمئنان، وكيخلي واحد الثقه كترجع للمنشآت العموميه. وهذا الشيء اللي كيطمح ليه صاحب الجلاله، لان المواطن المغربي كيتكلف من واحد العناء في التنقل، كذلك الكلفه اللي كتخرج الماليه ديال نفقات الصحه من الجيب ديالو خصنا نقلصوها. التغطيه الصحيه اليوم عموميه عامه شامله، فبالتالي ما عندناش الحق مازال مره اخرى اننا نخليه كيعاني في المنظومه الصحيه. شكرا لكم.